سنة وكل أم طيبة. أنا عايز أفكركم إن عيد الأم لكل واحدة عندها حب كبير للحواليها، يعني مش لازم بس تكون ماما، ممكن تكون جارتي، ممكن تكون جدتي، ممكن تكون خالتي، ممكن تكون حد بحبه وبرتاح واتكلم معاه. فهي فرصة حلوة قوي إن إحنا نكون بنعبر لكل الأمهات اللي بنحبهم عن حبنا وتقديرنا ليهم. فسحلول وأنا النهاردة فكرنا نعمل حاجة صغننة قوي عشان نفرحهم في اليوم ده. يلا بينا يا سحلول. أول حاجة هنجيب الورقة الخضراء ونعمل كأنها مروحة، يعني نتنيها شوية لفوق شوية لتحت. أول جزء مثلا نعمله كده، بعدين نقلبها على الناحية التانية ونتني نفس الجزء لتحت، ونبدأ نكرر الموضوع ده للآخر. هنتبقى بالشكل ده. بعدين هنجيب الريبن بتاعنا أو الشريطة وهنعمل فيونكة. بالشكل ده. الحاجات اللي بقت هنا هنلزقهم كلهم مع بعض بحيث يدونا الشكل ده، يعني نقفل دول. فبمسدس الشمع هنكون بنلزقهم مع بعض. نخلي بالنا عشان ما نتعورش. بالشكل ده. بعد كده نبتدي نرسم ورد. اي الوان انتوا عايزينها. هنرسم وردة. ونقصه. ممكن تبقى وردة هنا. ممكن نلزق بالصمغ او بمسدس الشمع عشان نخلي بالنا قوي. الأهم من الهدية في عيد الأم إن أنا أكون فعلاً مقدر كل الحب اللي بيتعمل علشاني. كده إحنا لزقنا الورد بتاعنا. ممكن لو عندكوا أي حاجات تزوقوا بيها، يعني أنا عندي هنا حتة ورق صغيرة فيها جليتر، فأنا ممكن أعمل دايرة في النص. نعمل واحدة لكل واحدة ونلزقهم في النص. برضو الصمغ بينفع قوي في الحاجات دي، او الدبل تيب بلو اللي بيلزق من الناحيتين. وكده انا ممكن اكون عملت بوكيه ورد اللي ممكن اقدمه لماما او لخالتي او لطنط جارتنا او تيتا او اي ست بحبها قوي وشاكر ليها جدا 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 عشان بتحبيني وبتعمل حاجات كتير علشان. وقبل ما نمشي ونقول لكم باي باي، سحلول وانا نحب نقول لماما كل سنه وهي طيبه.